زين، ونروح وين؟ نروح على الهيل. زين، فنروح على التوتوريال، توتوريالز سوري. واكو مجموعة السادسة اللي هي Arithmetic and Logic and Subtraction. خاف إذا واحد ملك لحق، راح شو أسوي؟ راح أرجع من جديد. أفتح البرنامج أوكي، أضغط على نيو. أنا الهدف مالتي وين؟ أروح على الهيل، أضغط على الهيل، أروح وين؟ على التوتوريالز، أضغط على التوتوريالز، واروح وين؟ على Arithmetic and Logic Instruction. اوكي، فتفتح لي واجهه بالشرح على اللي هو اسمه الريجستر، اسمه بروسيسور ستاتس ريجستر، بروسيسور ستاتس ريجستر، كانما مسجل الحاله، يسموه مسجل الحاله، دي مجموعه من الفلاجات. كل فلاج هو عباره عن بت، يعني كل فلاج من هاي الفلاجات هو بت، وقيمته تكون اما صفر واما واحد، اما صفر واما واحد. زين، شنو هاي الفلاجات اللي موجوده بالبروسيسر ستاتس ريجستر؟ شنو اسمائهم؟ عندي الاوفر لو، وعندي دايركشن، وعندي انتربت، وعندي تريس، وعندي ساين فلاج، وعندي زيرو فلاج، وعندي الاكزيلري كاري، وعندي البارتي، وعندي الكاري فلاج. زين، هسه ممكن تقريبا مرتبين حسب الاهميه مالتهم طلاب. يعني هسه عندي هذا، هسه الفلاج اللي اسمه الكاري فلاج. من يقول لي هذا كاري فلاج؟ شلون ده يشتغل طلاب؟ وش وقت يتولد الكاري؟ تعرف مثلا عمليه جمع، عمليه جمع مثلا ويبقى ناتج محفوظ ويصير القيمه مالته واحد. زين، وهذا الفائض اللي يتولد شو وقت يتولد؟ عند واحد اذا عبر المساحه مالته مثلا 8 بت او 16 بت، اذا عبر هاي المساحه عاشت ايدك لما تكون القيمه ماكسيموم. يعني خلينا نجي على المثال، خلينا نسوي هنا فد برنامج ونكتبه، خلينا نكتب، خلينا نقول موف، نقول موف اوكي، نخلي ريجستر اي ال، نخلي بي رقم اي ال، نخلي بي رقم 255. زين، ونقول له اد اي ال، اي اد الاي ال وهي الرقم واحد. زين، هسه هو بالمثال يعني هنا هو جامع، قال لما اجمع ال 255 زائد واحد، خلينا نشوف شلون ده يصير. قد تكون هي واضحه بالنسبه لك بس باقي الطلاب يكون ما واضحه. زين، هسه هذا ال 255 ايش قد يمثل بالهكسا طلاب؟ ايش قد قيمته بالهكسا؟ ايش قد قيمته بالهكسا؟ ايش قد قيمته بالهكسا 255؟ اف اف صح؟ مو ليش اف اف؟ ليش اف اف؟ نعم دكتور، يعني ليش اف اف؟ يعني مو احنا بنحط، خليني اسوي لك اياها كافي بالباينري، ماشي؟ هسه هذا الرقم بالباينري، وهذا ايضا اربع ارقام، يعني هسه هذا الاربع باينري، ايش قد هذا؟ اربع، يعني كل اف اربع وحدات. عشت ايدك، زين. هسه من تحسبهم، هذا ايش قد الويت مالته؟ 2 اس 0، هذا ايش قد؟ 2 اس 1 مو؟ هذا 2 نعم. اس 2، هذا 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6، 2 اس 7. من نطلع المكافأة مالتهم بالديسمال، 2 اس 0 1 زائد 2 اس 1 2 زائد 2 اس 2 4 زائد، اذا تجمعهم كلهم الويت مال كل رقم، اذا ايش قد يطلع لك الرقم؟ 255 مو 255. اذا اريد نتاكد بعد اكثر، عندنا هذا الكونفرتر صح؟ كونفرتر عندنا هذا يحول من النظام الى نظام اخر. خلينا نكتب رقم 255 نشوفه. اي دكتور، واضح. شو يطلع الرقم؟ طبعا لا، هذا الرقم مو جو.
الهكسر. اف اف هو سألني، هو سألني قال لي استاذ شنو ال 255 شلون يطلع على الاف؟ هكساف اف ها؟ الهكساف اف اف اف. هو مو سألني قال لي استاذ شلون 255 يطلع اف اف؟ فخلينا ال 255 بالديسمال طلع اف اف. اذا قيمه ال 255 هي اف اف مع شو طلاب؟ زين هسه هذا الرقم شو يمثل؟ يعني ايش قد السايز مالته؟ ايش قد ماخذ؟ ماخذ 2 بايت. لا لا 1 بايت، 1 بايت، هذا 1 بايت، 1 بايت عشان ايدك اسم المرات. يعني هذا شو يمثل؟ يمثل ماكسيموم، يمثل ماكسيموم. هاي القيمه الاف اف هي تمثل الماكسيموم، هاي تمثل ماكسيموم تساوي يعني 250، 255. فاذا تيجي هسه تجمع وياها رقم واحد، هذا الرقم الواحد، هذا الرقم الواحد. هسه اذا رقم واحد نكتب هنا رقم واحد يساوي زين، وهذا نخلي صفار هنا اخ صفر صفر صفر، هذا صفر صفر صفر، وهذا قد واحد صح؟ هسه اذا تجمع هذا الرقم اف اف ويا الواحد ايش قد يعطيك الناتج؟ طلاب ايش قد يطلع الناتج؟ دكتور أربعة 256 بدي اسمع نضيف 4 255 ها؟ 256 واحنا انا ما نقدر نجمع، راح يطلع لنا كري، لان اكثر اكبر قيمه لهذا العدد هو الاف. لا بس نجمع نجمع يصير نجمع يصير نجمع ماشي، يطلع لنا 256. لا خلينا نجمع 1 زائد 1 زياد 0 1 عافي 0 باليد قيد 1 مو هنا 1 راح يصير 1 راح يصير 1 راح نرجع همات 1 1 همات 0 وباليد 1 صار هنا 0 مو؟ ايه زين، ونفس الحالة هنا راح يصير واحد مو؟ همات صفر وخلي كاري واحد مو طلاب؟ هيجي وهذا من نفس راح يصيرون يصيرون كلهم اصفار واخر شيء واحد. عاشت ايدك، يعني بالاخير ايش قد يطلع الناتج؟ يطلع كاري واحد باقي اخر شيء، اربع اصفار اصفار واحد. يطلع الناتج ايش قد؟ صفر مو؟ وواحد باليد. يطلع الناتج صفر وواحد باليد. هاي واضحه طلاب؟ واضحه. هنا واحد هنا يصير واحد باليد، هنا يصير على صفحه تكتب يصير واحد باليد. اوكي؟ يصير واحد باليد. ليش؟ لان هاي القيمه هي الماكسيموم بعد، هي اعلى قيمه. من تجمع وياها واحد لازم يطلع فاق. يعني هاي واصله حدها، يعني شلون نقول واصله حدها؟ هاي 255 اللي تولدت من 8 بت هي قيمتها العظمى ايش قد؟ 255. من تجمعها واحد هي واصله حدها، من تجي ترجع للصفر وتطلع قيمه واحد. وهاي الحاله اذا يعني طلع فائض واحد، فالكري فلاج، الكري فلاج ايش قد راح تصير قيمته؟ يأشر على قيمه واحد. هاي واضحه؟ اكو واحد ما واضحت له هاي الشغله طلاب؟ زين شلون اشيك؟ شلون اشيك بالبرنامج؟ شلون اشتغل بالبرنامج؟ شلون تشيكي؟ شلون التولز اللي استخدمها بالبرنامج بحيث اشوف الكاري اجمع زين؟ شلون؟ دكتور نستعين نقدر اكزامبلات معينه. اي هسه هسه راح ننفذهم. شوف انا سؤالي حتى راح اجاوبكم. هسه هذا البرنامج هو عباره عن نقل 255 بالاي ال، وبعدين هاي 255 اجي اجمعها ويا الواحد. خلينا ننفذ البرنامج. ماشي. اكو في شيء هنا أنا طلاب اسمه فلاج، تشوفون وين مأشر؟ فلاج. اكو في شيء اسمه فلاجز، تشوفوه؟ اضغط عليه راح يطلع لي عمود يحتوي على جميع الفلاجز. شوف هاي الفلاجز قدامكم، هذا الكاري فلاج، وهذا الزيرو فلاج، وهذا الساين فلاج، وهذا الاوفر فلاج، الـ
الاود باريتي فلاج وهذا الباينري فلاج العفو الايفن فلاج وهذا الاكزيلري وهذا مال انتربت فلاج وهذا الدايركت فلاج هذني 1 2 3 4 5 6 7 8 8 فلاجات وكل مستطيل يمين يطلع القيمه مالتها. فخلينا ننفذ البرنامج بس خلي تركيزنا وين طلاب، نخلي تركيزنا على الكلي فلاج ونخلي تركيزنا على المحتوى مال الاي ال، لان كل خطوه راح اسويها راح اسال سؤال. حتى انت هم تفيدك لانه بالمستقبل يعني امتحان كذا من هالقبيل. فاسوي اول خطوه بانه تعرف بانه هاي ال 255 راح تصير بالريجستر اي ال، واضح؟ زين. انفذ اول خطوه. صار هسه انتقل لل 255 صار بالاي ال، وين اتاكد منه؟ اتاكد هنا بالريجستر الاي اكس اللي يحتوي على اليمن على الاي ال. فنلقي الاف اف اللي هي بالهكسا تمثل ايش قد؟ 255. اذا هاي الخطوه نقل 255. سؤال هنا هذا يعازل موف، يعازل موف هل اثر على الفلاج طلاب؟ هل اثر على الفلاج؟ لا لا ما اثر. نعم الصميشن ورا العفو الجمع لا ماري بس انتبه لي انا شريت يعني اقول هسه انت لما قلت ما اثر لا قصدي هو هذا يعازل موف ياثر على الفلاج لو ما ياثر بطبيعته عمله ياثر على الفلاج لو ما ياثر ياثر فلاج لو غير فلاج على كل الفلاجات دكتور يأثر هو بالحقيقة يعني دكتور ما يأثر زين هسه خلينا نجي على اللي قال ما يأثر منين يا قال ما يأثر نعم دكتور ما يأثر ماشي فاطمة فاطمة شلون عرفت هاي المعلومة منه ما يأثر دكتور هو الفلاج يكون يعني يدل على حالة البروسيسر ماشي يعني بعد يا عند جواب جاوبني ضياء يعني عندك كلمه صفر خل نشوف ضياء ضياء هذا اللي عازي موف اخواني الموف ياثرون على الفلاج دكتور ما ياثر لان مو هو ينسخ نسخ يعني محتوى ريجستر ريجستر ثاني يعني هذا جوابك استنتاج حلو استنتاج لواء دكتور انا بدي ياثر انت لواء هذا جوابك مو يقول وكذا هسه هو استنتج لانه هو استدل بانه قال لانه مو في السلسله ما ياثر فاطمه يعني جوابها مو يعني شلون نقول عليه ما مستند على الشيء بي انت دكتور بكل بساطه ادخل على الفلاكس ادخل على الفلاكس واشوف ياه تاثر صار واحد لا هسه راح نفتهم شلون ياثر او ما ياثر طلاب انت بهيسي انا قلت لكم اكو يعني هو بالهذا الـ بالبرنامج اكو في شيء اسمه هيل نروح على الهيل نروح على يمين على الاعازات مجموعه الاعازات اللي هو 8086 ستراكشن سيف طبعا هاي ملاحظه كلش مهمه قد يتم اختبارك بيها يعني بسؤال صح وخطا من هالقبيل يقول لك هل هو مو في اثر او ما ياثر على الفلاج فاجي ادور على اعاز الموف وين اعاز الموف هذا اعاز الموف طبعا هو مو بس موف واحد اكو هذا موف اس بي موف اس دبليو اوكي واكو مجموعه من الاعازات فاضغط على اعاز الموف طلاب واجي اشوف هذا الموف طبعا دائما شوف كل الاعازات راح تلاحظون اكو هنا مستطيل طلاب مستطيل وهذا المستطيل مخليين بيه الفلاجات مثلا هذا السي هو الكر فلاج هذا الزيت هو الزير فلاج الاس هو الساين فلاج مال الاشاره الاو هو الاود فلاج البي هو البارت فلاج الاي هو الاكزيلري فلاج ويعطي ملاحظات يعني علاقه الاعاز بمن بالفلاج شنو علاقته فهنا ايش مكتوب طلاب ايش مكتوب Unchange. شنو معنى Unchange؟ يعني معناه هذا الإعاز الموف لا يؤثر على حالة يعني على حالة الفلاج ما يأثر يعني إذا تنفذ ما راح يأثر على الفلاجات شلون استنتج عليه من خلال زميلكم استنتج
ضياء استنتج قال هي كوبي وكذا، واستنتاجه كان صحيح يعني ماشي. فهذا ما نطبق العمليات الرياضيه دكتور. الإعاز بقى مصطفى حبيبي، الإعاز الموف، إعاز الموف لا يؤثر إذا يتنفذ لا يؤثر. قصدي من أطبق إعازات يعني بها عمليات رياضية هي اللي راح تأثر؟ هسه راح نجي. سؤالك حلو، سؤالك حلو. هسه شلون أتأكد زميلكم قال أستاذ يعني بس أبو العمليات الرياضية؟ خليني أتأكد، يجوز أنا ما أعرف. أنا أعرف المعلومة سابقا بس أنا ما أعرف، يعني طالب حالي من حالكم. حتى اتاكد ارجع من جديد للانستراكشن حتى يعني انت اثرت التساؤل، فهذا التساؤل يراد له جواب. فاروح مثلا على اعاز الاد، اشوف اعاز الاد ياثر لو ما ياثر، فادور على اعاز الاد. وين اعاز الاد؟ هذا اعاز الاد، هذا اد، هذا اد، هسه مثلا هذا اد ودبل دي، اضغط عليه اوكي، واجي وين؟ اشوف المستطيل هذا. شو 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 مخلي لك ار 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 ار؟ شو معناها هاي؟ معناها هي اثر يعني اكو ريزلت، اكو ريزلت. يعني هذا الار هو مختصر للناتج، ريزلت يعني اكو نتيجه. يعني اذا تنفذ الار تخلي بالك بانه الفلاج ريجستر هو كل الفلاجات راح تتاثر. هاي معناها الاكزيلري والباريتي والاود والساين والزيرو والكاري كلها راح تتاثر. فاي شيء تريد تتاكد من عنده مثلا ما حد موجود يمك وتريد تسال، تروح على البرنامج وتشوف مثلا الاعاز وتشوف شنو علاقته بالفلاج ريجستر، راح تلقى بانه هذا الاد هو ياثر على الفلاج ريجستر. هذا واضحه طلاب؟ واضحه دكتور. يعني في حال وجود ار يعني ريزلت اكو انه نتيجه، في حال وجود صفاره انه ما ياثر. اي مثل هاي الحاله راح نرجع لها مثلا ام الموف. لاحظ شو قال لك؟ اون تشينج، اون تشينج، اون تشينج يعني ما ياثر. يعني هذا اذا تنفذ الموف ما راح ياثر عليه فلاجات. دكتور السبتراكت ايضا ياثر بس بالقسمه مخلي علامه استفهام، يعني هالحاله شنو يعني ممكن ياثر او لا؟ سبتراكت، خلينا نروح السبتراكت. السبتراكت ياثر بس بالقسمه اي بالدي اي في مخلي علامه استفهام. وين هذا الدي اي في؟ بالسطر الثاني بالجهه اليسرى، السطر الثاني بالدي اي دي. اوكي زين، هذا شنو معناه علامه الاستفهام؟ هذا تشينج ياثر، ياثر هذا ايضا ياثر علامه الاستفهام ياثر، بس يعتمد شنو؟ يعتمد على نوع ال يعني العمليه اللي انت تسويها. شوف هسه هاي بعدين نجي على الدف، بهواي شغلات بيها ساين وان ساين الى تاثير بالفلاج، تفهمي هل كان الرقم سالب او موجب فراح ياثر. اوكي ريمندر ما بي ريمندر، فهاي نجي عليها بعدين نحسمها. اوكي دكتور سؤال. نعم بالهيلد اكو شرح عن الفلاج؟ يعني قصدي احسن ما انا ادخل على كلي عاوز اشوف اثر او ما اثر. على الفلاج مطلعتها ساني مو هاي؟ ايه يعني قصدي هنا ارجع لك ادلك ارجع لك ادلك عليها. ادلك بس قصدي انه كشرح انه من الاعازات اللي تاثر وما تاثر عليها باختصار موجود. لا احنا بهذا الشكل، لا بهذا الشكل. يعني لازم ادخل على كل اعاز واشوف اثر او ما اثر. وحتى بالنظري، حتى بالنظري يعني اول ملاحظه يعطيك اياها الاستاذ هل هذا ياثر او ما ياثر. يعني هاي العائله او الجروب من الاعازات هل تؤثر على الفلاج ام لا تؤثر؟ شوف هسه هذا الديكريمنت، شوف هذا الديكريمنت، باع عليه، باع انتبه لي. باع الديكريمنت ايش كاتب؟ الكاري فلاج ايش بيه؟ اون تشينج لا يؤثر، لا يتاثر، حتى حاسبه ما مخليه. اوكي ما ياثر الديكريمنت، ما ياثر على الكاري فلاج بس باقي الفلاجات ياثر. باقي الفلاجات الزيرو والساين والاود والباريتي والاي ياثر، هذا اذا تنفذ الديكريمنت. فكل اعاز من تجي او كل عائله من الاعازات لها خاصيه. يعني ابو النظري من يجي يشرح لك اياها يعطيك اياها بالوجه يقول لك هذا ياثر او ما ياثر. هاي واضحه الملاحظه طلاب؟ خليها ببالك.
هسه واضحه ماشي زين. هسه نرجع للبرنامج مالتنا، برنامج مالتنا نرجع له زين زين. هسه نفذنا هاي الخطوه وخلينا يعني خلينا ال 255 بالريجستر اي ال زين، راح ننفذ الخطوه اللي وراها اللي هي راح تكون عمليه جمع. وانا قلت من اجمع ال 255 وين الواحد راح يصير الناتج صفر ويصير كاري. هاي انا كاتبها ورقه وقلم، من جهه كتابه قلت 255 حللتها سويتها بالباينري اف اف وجمعتها ويا الواحد، قلت لازم يكون كذا 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 خلافه فهو اكو خطا بالموضوع. فهسه راح انفذ الخطوه الثانيه اللي هي الواحد زائد 255. صار عندي هسه اذا اجيت لمحتوى الاي ال لقيته صفر، انا من ساعه مو شرحناه قلنا 255 من اجمع الواحد راح يطلع لي الناتج صفر صفر، هذا كلام صحيح ومضبوط زين زين. انا من جمعت اكو كاري، اي اكو كاري، من راح يقول لي بانه اكو كاري؟ الكاري فلاج، الكاري فلاج يقول لي هاي العمليه اللي صارت عمليه جمع اللي هنا طلع من عندها ناتج كاري واحد، فاذا الكاري هو واحد. اوكي زين، هاي واضحه طلاب ولا مو واضحه؟ اعيدها ماشي طلاب، خل اغلق البرنامج وارجع من جديد انفذ. اوكي عمليات زين. هسه انا البرنامج مالته طلاب شو دي يسوي؟ شو دي يشتغل؟ دي يسوي شنو الهدف مالته البرنامج مالته؟ يجمع يا رقم يا رقم. 255 زين، ال 255 وين صاير؟ بيا ريجستر بلاي ال بلاي ماشي زين. انا حتى انا اشيك الفلاجات، قلنا اكو ايكون هنا أنا موجوده فلاجز، اضغط عليها ماشي؟ ضغطت عليها زين. اول خطوه اذا تنفذت بالبرنامج، اول خطوه اذا تنفذت بالبرنامج ايش راح يكون ريجستر اي ال؟ ايش رايك شنو المحتوى مالته؟ 255 اي ادري حبيبي باينر، يعني اي ال ايش قد راح تكون قيمته؟ يعني راح تكون قيمته اف اف عاشت ايدك، راح تكون قيمته اف اف اللي هو بالهكسا بالنظام السادس عشر هو يعني اف اف بالنظام العشري هي 255 ماشي. هسه اول خطوه راح انفذها زين، شلون اتاكد من الكلام مالتي؟ اروح افحص الريجستر الايام القي بي ايش قد صاير؟ اف اف مو؟ تمام زين. وبنفس الوقت انا قلت لكم هذا ياثر على الفلاجات لو ما ياثر؟ قلنا ما ياثر. ما ياثر باوع؟ كاري فلاج صفر، الزيرو فلاج صفر، الثاني فلاج صفر، الاود صفر. اوكي ما دا ياثر، هذا الموف ما دا ياثر، واضح لو لا؟ واضح لكم. راح ارجع راح اغلق البرنامج وانتبه لي زين. تعرفون هسه شلون تفتحون هاي الواجهه مو؟ لو اسد البرنامج افتح من جديد هاي الواجهه، لا هاي تعرفوا هاي تفتحوها من تكتب البرنامج، من تكتب البرنامج تكمل شو تسوي؟ تضغط على اوميليت، ضغط على اوميليت وياي زين. تروح وين؟ تروح هاي الليسته مال البرنامج اللي مكتوبه بالاسمبلي لانجوج، اكو هنا فد شيء اسمه ايكونه اسمها فلاجز، شوف هاي شو دا شوفوها؟ نعم دكتور شفنا، اضغط عليها يطلع لك عمود، هذا العمود هو موجود به الفلاجات. ها واضحه لو ارجع من جديد؟ ماشي. هسه قلنا اول خطوه اذا نفذتها ال 255 راح تكون بريجستر الاي ال اللي هي اف اف، هاي اف اف، وبنفس الوقت هذا الموف ما راح ياثر على الفلاجات، شوف كاري فلاج، زيرو فلاج، ثاني فلاج ما راح ياثر. الخطوه اللي براها هي جمع ال 255 اللي هي تمثل ماكسيموم اعلى قيمه المتولده من 8 بت،
راح تنجمع ويل واحد. انا اعرف بعمليه الجمع ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي كاري. زين؟ فراح انفذ الخطوه الثانيه اللي هي 1 زائد 255 ويكون الناتج وين؟ يكون الناتج بالاي ال، يكون الناتج وين؟ بالاي ال. زين الناتج اللي راح يطلع من انا مساحه من جمعت ال 255 ويل واحد بالباينري يطلع الناتج مو صفر صفر؟ لازم يطلع صفر صفر. مو؟ هسه راح اجمع. ايش طلع عندي هسه الناتج؟ شوف هذا باوع هنا صفر صفر صح ولا لا؟ صفر صفر. زين هسه اكو كاري؟ اكو كاري؟ راح اقول استاذ ما ادري خلنا اشيك الكاري فلاج. باوعت على الكاري فلاج ايش لقيته؟ لقيته واحد. قلت له إيه اكو كاري استاذ، اي اكو كاري، لانه الكاري فلاج اشار على الواحد. وانت تروح تشيك ورقه وقلم بيدك هم راح تلقى بانه الكاري فلاج هم يعني اكو فا. زين والاستاذ شنو هذا زد اف؟ راح يقول لك هذا الفلاج مال من مال الزيرو فلاج. زيرو فلاج شنو هذا الزيرو فلاج؟ شلون دا يشتغل؟ وليش صار واحد؟ نرجع هنا للبرنامج. يقول هذا الزيرو فلاج قيمته واحد من يكون الناتج ناتج عمليه الجمع او ناتج عمليه الطرح صفر. واضح؟ من اسوي عمليه جمع بين رقمين او كذا وطلع الناتج مالتي صار بالريجستر اذا اجمع به صار صفر، فالزيرو فلاج شو راح ياشر طلاب؟ راح ياشر واحد. واحد. اذا اكو ناتج، اذا اكو ناتج الزيرو فلاج شو راح ياشر؟ ياشر صفر. زيرو صفر. خليني اشيكها بالبرنامج، هسه اشيكها بالبرنامج، باور. ايش قد طلع الناتج مالتي مال الجمع؟ وين صار؟ صار بالاي ال، ايش قد الناتج؟ ناتج صفر. زين. من الناتج يكون صفر لازم الزيرو فلاج ايش قد قيمته؟ قيمته واحد. اذا هاي العمليه صحيحه. زين اذا خلينا نروح نغير غير رقم، يعني نسوي مثلا اقل من 255 نسوي 155 اوكي؟ ونشوف الزيرو فلاج ايش راح يصير بي؟ انفذه اشوف الفلاجات اوكي؟ انفذ اول خطوه راح يصير ال 155 وين راح يصير ال 155؟ يصير بالاي ال اللي هو 9 بي بالهكسا. زين انفذ الخطوه الثانيه اللي هي تجمع الواحد ويا ال 155 بس قبلها اباوع على الكاري فلاج اشوف ايش قد قيمته صارت. يعني العفو خلينا نجمع في دقيقه، جمعت من جمعت اباوع على الكاري فلاج اكو فائض؟ ماكو فائض، يعني كان فلاج دي اشر صفر. زين هل موجود ناتج بالريجستر؟ هذا ريجستر اي ال، اكو ناتج؟ اي اكو ناتج اللي هو زيرو قيمتين 9 سي. اذا الزيرو فلاج ايش قد اشر؟ صفر. معناها شنو الزيرو فلاج اذا اشر صفر؟ يعني اكو ناتج. يعني شنو؟ اكو ناتج، اكو ناتج. ماشي الطلاب؟ وياي؟ هاي واضحه ولا مو واضحه؟ واضحه. زين خلينا نروح على اليمن، نروح على الساين. الساين هذا الساين فلاج، شنو معنى الساين فلاج؟ من يكون الناتج اللي انت دا تشتغل عليه يعني عمليه الجمع او طرح الناتج مالته سالب ايش راح ياشر؟ واحد. ياشر واحد. ياشر واحد. زين اذا 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 موجب الناتج صفر ياشر صفر راح يصير. خلينا نشيكها بالبرنامج، خلينا نشيكها بالبرنامج، خلينا نخلي هنا سالب 55، خلينا نشيك نسوي سالب 55. هسه هاي سالب 55 من تجمعها ويا الواحد ايش راح يطلع الناتج؟ ناقص اليد 54 ناقصا 54 ناقصا 54 مو صح؟ نعم دي ناقصا 55 زائدا واحد، ايش قد راح يطلع الناتج؟ ناقص ايش قد؟ 54 ناقص 54 ليش انا مخلي هنا أنا واحد ما مخلي واحد ما مخلي 11 54 ماشي. هسه هذا الناقص 54 انتبه لي بالهكسا ايش قد يمثل؟ بالهكسا اروح للكونفرتر اخليه هنا بالديسيمال حتى اشوفه.
زياد مثل لي بالهكسار. سي اي. زياد طلع لي سي اي، طلع لي سي اي صح؟ طلع لي سي اي. يعني الناتج بالاخير بالاي لازم ايش قد يكون قيمته مالته سي اي اللي هو مثل سالب 54. هاي خليها ببالك بان الاي ال الناتج الاخير مالته راح يكون سي اي اللي هو ايش قد يمثل ناقصا 54. بعد لازم الساين فلاج ياشر على الواحد، الساين فلاج ياشر على الواحد ليش؟ لانه الناتج سالب. خلي سي اي ببالك راح ننفذ الناتج مالته. نعم. قبل شوي من اختارنا 155 موجه. اي. وجمعناه ويا الواحد. اي. الثاني فلان هم طلع لواحد يعني هم الناتج. اي. صحيح. ليش؟ هنا اعتبر ال 155 اعتبرها سالب. ال 155. يعني ال 55 هذا الواحد راح يصير شلون نقول لك ال 55 هو ايش قد احنا ياخذ ايش قد 1 بايت مو صح؟ 1 بايت اي زين هذا الواحد اللي صار مو راح ياخذ من جزء من البايت يعني ديجيت راح ياخذ 4 بتات صح فهذا الواحد هنا اعتبره هو الساين مال الرقم ال 55 الواحد اعتبره سالب اها ترجمه بهذا الشكل تمام واضح؟ وترجمه بهذا الشكل يعني ال 55 اعتبرها رقم والواحد يعني ال 55 هو بايت واحد صح لو لا؟ وانا اذا اتعامل ويا الاي ال، الاي ال ايش قد الحجم مالته؟ الاي ال قلنا 8 بت يعني بايت واحد انتبه لي هسه هذا ايش قد ياكل؟ مو ياخذ كل الاي ال صح لو لا؟ صح مو هسه 55 وين تقعد هنا؟ هذا 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 الواحد شنو هذا اعتبره؟ هذا اعتبره كري يعني اعتبره سالب. خلي نجربه ونخليه مره صفر وخلي نجربه ونخليه مره واحد، اوكي؟ انت انتبه خوش ملاحظه. ليش؟ راح انفذ راح انفذ راح انفذ انتبهي. يلا تمام. اوكي. راح انفذ، خلينا نروح نطلع الفلاجات. خلينا ننفذه. انتبهني شو طلع؟ طلع لي واحد يعني سالب واحد اعتبر هذا الواحد شنو؟ اشاره بالسالب ال 155 زين خلينا نغير نسوي صفر اوكي وارجع انفذ من جديد انتبهت لي زين دا يصير؟ وياك يلا العفو خلينا اطلع الفلاجات ارجع من جديد اوكي هاي الخطوة الأولى، الخطوة الثانية ماكو يعني فهذا البت الأربع الجزء يعني البت الثاني هاي الإشارة اعتبرها هاي شوف هاي الإشارة هنا أنا هذا هسه هذا كل ال 55 وين صاير؟ بالأي ال هذا بالأي ال هذا اعتبره إشارة مالته تمام اعتبر اشاره مالتي ليش اعتبر اشاره مالتي؟ لانه شو يقول لك؟ يقول لك انا دا اتعامل هنا ويا من؟ ويا الثمان بتات، الثمان بتات وين هن هذن؟ 55 صح؟ الجزء صح. الباقي يعتبر ايش يعتبره؟ يعتبره سالب يعتبره اشاره فاذا خليت صفر فهو موجب اذا خليت واحد شو يعتبره؟ سالب وانت لاحظته كلش حلوه زين دكتور ليش من ما اعتبره سالب لما كانت 255؟ رقم اثنين مو واحد صفر رقم واحد اثنين. اي يعني تحتاج نسقط بالصفر وواحد؟ اي ها يعني رقم اثنين ما لي دخل بيه رقم اثنين راح نرجع على شغله صفر والواحد صفر والواحد يعتبره اشاره صفر او واحد يعتبره اشاره تمام زين دكتور اذا خليته 155 بالاي اتس والواحد بالاي اتس هذا الواحد هم راح يعتبره سالب؟ ايش قد لك تبي تريد؟ 155 خليه بالاي اتس مو بالاي ال لا هسه عوفك من الاي اكس احنا بنسوي لد شو اسمه عوفك من الاي اكس ها
ما اريد اصعبها على البقيه وياي، خلينا نمشي بالتدريج، خلينا نشوف التاثير الفلاكس وبعدين نرجع على هاي الحالات. واضح طلاب؟ ما اريد اخذ 2 بايت حتى لا يعني تصير كونفيوز، ناخذها وحده وحده. زين هسه احنا وين رحنا؟ رحنا على السالب وياي طلاب؟ زين ماشي. فقلنا اذا نفذنا هذا راح يطلع النادي السالب. قلت لكم خلوا بالكم، خلوا الرقم اللي هو ايش قد قلنا خلي باله يكون الناتج بالاخير اللي هو سي اي. لازم يكون سي اي. فانتبه لي زين هسه اذا نفذت اول خطوه اوكي، هذا الرقم اللي هو ناقص 55 ايش قد قيمته بالهكسا؟ سي 9 صح ولا لا؟ زين صح. الجمعه اوكي ايش قد صار الرقم بالاي ال اللي هو سي اي اللي هو ايش قد يمثل بالديسيمال؟ ناقصا 54 سالب 54 اللي هو سي اي. زين بما انه الرقم سالب لازم الساين فلاج ايش قد يصير قيمته؟ واحد. قيمته واحد. هذا يدل على انه الناتج العمليه اللي صار بالريجستر الاي ال هو شنو؟ طلاب سالب. قيمته سالب. اوكي؟ زين. هسه نجي على الاود فلاج والبارت فلاج. زين. الاود فلاج العفو الاوفر فلاج سوري. هذا البارتي فلاج. الاوفر فلاج هذا ايش وقت يكون؟ يكون الرينج مالتك يعني مثلا هو اشاره سالبه، شوف ياخذ الرينج من ناقص 128 الى 127. هذا الرقم 128 كم بتحتاج حتى يتولد الطلاب؟ احنا عندنا ال 28 نحتاج 2 بتات. سبع بتات، سبع بتات، انتبه. ايه. سبع بتات، انتبه. ثمان بتات يولد 256. سبع بتات. سبع بتات طلاب يولد ايش قد طلاب سبع بتات؟ سبع بتات يولد رقم 128. البت الثامن يعتبره اشاره سالبه، البت الثامن يعتبره اشاره سالبه. فهو هذا الاوفر فلو يشتغل على هذا الرقم، يعني يأشر اذا كان الساين اذا انشاء يعني الرقم باشاره وصعد فوق الرينج، يعني صار فوق ال 128 هو سالب، صار سالب 100 وش قد نقول 29. فهذا ايش راح يأشر؟ راح يأشر رقم واحد. زين خلافه ما راح ياشر، يعني ما راح ياخذ قيمه. فهذا الساين اوفر فلو، ساين اوفر فلو هذا مؤشر على انه الرقم اللي انت بدك تشتغله مو ضمن الرينج. اوكي نجي على اليمين، نجي على البارتي فلاج. البارتي فلاج هذا شيء يقيس طلاب، هذا يحسب لك عدد الوحدات اللي موجوده بالبيت هل هي ايفن او اود. اذا كان عدد الوحدات اللي موجود بالريجستر اذا كان عدده ايفن فهو ايش راح ياشر؟ راح ياشر واحد. اذا كان عدد الوحدات بالريجستر او ناتج العمليه اللي طلع هو او يعني فردي اود ايش راح ياشر طلاب؟ راح ياشر صفر. زين هذا الاكزيلري، هذا الاكزيلري وين يشتغل طلاب؟ هذا الاكزيلري هذا على يا بتشتغل يشتغل الاكزيلري فلاج على الاي اكس. الاكزيلري فلاج وين يشتغل؟ على يا بت على الاي اكس. اي هو اكزيل. ها هسه راح نسوي رقم ونشوفه. فناخذ هذا الرقم اللي نرجع له اللي هو مثلا اي رقم هنا، مثلا نقول هذا واحد واحد صفر واحد، وهنا واحد صفر واحد واحد. اوكي طلاب هذا ناخذ هنا من الرقم واحد صفر واحد صفر، وهنا ايش راح يكون؟ واحد صفر واحد صفر.
زين، هذا طلاب يشتغل على هذا البت الرابع لكل رقعه. شوف هذا البت ده اشر عليه، البت الرابع، هذا البت الرابع. من تجمع هذا البت الرابع ويا هذا البت الرابع مع الرقم اثنين الثاني، مثلا هسه نقول واحد زائد واحد، واحد زائد واحد ايش قد القيمه يا طلاب؟ صفر. صفر وكاري واحد. صفر وين وباليد يد؟ واحد. واحد. فهاي العملية واحد زائد واحد على البت الرابع وصفر اليد واحد، معناها شنو؟ وين الاكزيلري ايش راح يسوي؟ راح يساوي واحد. اذا كان اكو فاعل، يعني اذا كان اكو فاعل بين هذا البت، يعني من خلال عملية الجمع هذا البت الواحد ويا الواحد، اذا جمعتهم طلاب، اذا جمعتهم الواحد ويا الواحد اوكي، وطلع فاعل يعني واحد زائد واحد طلع صفر وباليد واحد، هذا الاكزيلري فلاج ايش قد راح يساوي؟ واحد. يساوي واحد. اي اذا ماكو يعني واحد زائد صفر وطلع هنا ايش قد واحد؟ وماكو واحد، ماكو واحد باليد، ايش قد هذا الاكزيلري؟ هذا يساوي صفر، هذا راح يساوي صفر. اذا هذا الاكزيلري فلاج يشتغل وين؟ يشتغل على البت الرابع. اذا اكو فاعل بالبت الرابع، يعني واحد زائد واحد صفر بليد واحد، هذا راح يأشر واحد. اذا واحد زائد صفر وهذا الناتج صفر وماكو فاعل، هذا ايش قد راح يأشر؟ راح يأشر العفو، هذا واحد، واحد زائد واحد صفر واحد، ماكو فاعل، فهذا ايش راح يأشر؟ راح يأشر صفر. هاي واضحه لو اعيدها؟ يعني دكتور هنا أنا ماكو داعي اجمع من البدايه، اروح قبل للرابع، للبت الرابع. اي هذا يشتغل على البت الرابع، هذا اذا قلت لك اكزيلر فلاج تعوف كل البتات وتشتغل هنا. اي تمام، يعني ما اقدر اجمع من البدايه، خاف اكون عندي كري قبل وياثر على الناتج مالي. لا 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 لا، بس يجوز هنا عندك في الدقيق، يجوز عندك هنا أنا واحد باليد. اي مو هي هاي جاي اقول لك بيها انا، يعني المفروض اجمع من البدايه. ايش راح يصير؟ انتبه لي ايش راح يصير؟ واحد زائد واحد راح يعطيني صفر واحد. عافية صفر واحد ويا واحد يعطيني واحد واحد. لا خلينا نشيل هذا الواحد كذا. اي واحد زائد واحد. واحد زائد واحد. صفر واحد. صفر واحد. صفر واحد عافية، ويا الصفر. يبقى صفر واحد، فراح يبقى صفر, صفر واحد. باليد واحد. واحد. هذا راح يصير واحد. زين، خلينا نعيده، خلينا نخلي هنا أنا واحد. يلا اجمع لي. هسه راح يطلع عندنا واحد وكاري واحد. عاشت ايدك، هذا الكاري اوكي. زين اذا هنا أنا صفر، خلينا نشيل هنا ماكو، يعني ماكو ماكو بقى. وهنا نعمل نخلي مثلا واحد، وهنا نخلي صفر. يلا اجمعوا وياي يعني. صفر زائد واحد صفر، والكاري عندي صفر، فالاي اف صفر. اذا هذا الاي اف صفر. افتهمتوا طلاب؟ طلاب مفتهمين؟ لو بس يعني هو صح بالبت الرابع، بس بكل الاحوال يعتمد على عمليه الجمع اللي قبله، ممكن يصير يعني لازم ابدل من البدايه، من اول بت وكله البت اللي قبله، شوف ايش قد يعني انت. اوكي طلاب هاي واضحه؟ واضحه طلاب؟ لو زين هسه عندك الدايركشن فلاج، الدايركشن فلاج هذا شو يشتغل طلاب؟ هذا شوف البروسيسور مالتك، هل هي تتقدم باتجاه الامام ام ترجع؟ يعني اذا كانت تتقدم العمليه مالتك تجي باتجاه فورورد، فهو ايش راح ياشر؟ راح ياشر صفر. اما اذا كان العمليه ترجع يعني باكورد، مثلا عندك متسلسله مثل A B C D، وانت تعالج ال A وبعدين تعالج ال B، فاذا كان الدايركت فلاج يأشر صفر، انت معناها انت العمليه ما انت تتجه باتجاه الامام. اذا كان هذا دي اف دايركشن فلاج يأشر على الواحد، معناها انت العمليه ترجع باكورد، ترجع يعني مو A B C، لا ترجع C B A بهذا الشكل. اوكي دكتور، اذا كان عندنا واحد ارجع الارقام بالمقلوب، يعني واذا كان عندنا زيرو راح يعني راح يخليها كما هي. يا هي
يعني شنو؟ إذا عندنا أرقام مثلا عندنا 4 3 5 إذا إذا عندنا دايركشن راح يرجح العكس، إذا عندنا راح يتحكم نعم. يعني قصدك يعني يتحسس ال يتحسس القيمة كي يعني مثلا شلون نقول مرتبة بشكل تصاعدي أو تنازلي؟ نعم دكتور. إي بهذا الشكل إيه؟ أيوه بهذا الشكل. بهذا الشكل يكون. ماشي؟ زين. هسه نرجع وين؟ هسه إذا تريد تكمل أو تطلع يعني مثلا الآد سبتراكت الكومبير يعني كل عاد تتاكد من هل ياثر عليه فلاج او ما ياثر عليه فلاج، اذا تريد تطلع بعد اكثر هاي العمليه مال الميموري شوف انتبه لبابا هذا شوف الميموري شلون دا يصير شلون دا يسوي عمليه ادريسنج للميموري ان شاء الله تاخذوها بالمحاضره الجايه مال النظري شلون دا يسوي عمليه ادريسنج اذا ما اخذتوها بلغوني يعني اذا ما اخذيها اوكي هاي عملية الضرب، عملية القسمة زين إذا تريد وبنعطيك أمثلة وياها إذا تريد تطلع عليها مسبقا أنا قبل لا نجيها إحنا أوكي إذا تحب تطلع عليها وتشوفها هاي إذا تريد تقدم صفحة الأمام أوكي فإن شاء الله بإذن الله المحاضرة القادمة راح يكون عندنا إكويز هاي أغلبية المحاضرة راح نسلط على إكويز مالتكم هسه ايش راح نسوي؟ العفو دكتور ايش طبيعه الاسئله مال الكويز شلون راح تصير؟ هو بدي احكي لك بيها ثاني. كامل. شلون صارت هاي العمليه؟ واحنا فسرناها. قال ساد كان 255 اعتبره موجب واشتغل وما تاثر. بس من اشتغلنا على يعني الرقم اللي واحد وكذا فهو اعتبره سالب هذا الواحد او الصفر اعتبره سالب. اوكي؟ زين. فبهذا الشكل يعني انا اذا اقول لك الارقام بهذا الشكل يعني مثلا اقول لك نظف لي موقع الذاكره الفلانيه وتحاول بانه تكتب البرنامج وتنفذه وتاخذ له مثلا صور يعني يصير مثل التقرير وترسله زين وعلى هذا الاساس اعطيك ان شاء الله يعني درجه وانت لا تخاف يعني لا تقول انا راح ارسم او الوقت كله امامك انا فاتح الوقت هاي الساعتين كلها امامك انت تمتحن بي ماشي طلاب ويكون السؤال كلش بسيط ان شاء الله زين هسه راح نجي على